اهلا بيكم في ثالث حلقه من Creative Thoughts، معاكم امنيه عامر. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي في الظروف اللي احنا فيها الفتره دي. كلنا نعرف حد فقد شغله الفتره اللي فاتت بسبب الشركات كتير جدا بدات تقلل عدد الموظفين بتوعها. ده للاسف اثر على الناس دي بشكل كبير قوي، هم واسرهم. بس خلينا نحاول نلاقي اي جانب ايجابي للوضع اللي حاصل ده، بما اننا حتى مش عارفين هو هينتهي امتى. فالنهارده في الحلقه دي هكلمكم في ازاي تقدر تزود دخلك او ان انت توجد مصدر دخل جديد ليك اونلاين من البيت. جمعت لكم شويه طرق للمكسب عن طريق الانترنت من فيديوز كتير على يوتيوب وارتكلز اونلاين، يعني يا رب تكون مفيده لكل اللي بيسمعوا الحلقه دي. فكره انك تعمل مكسب اونلاين دلوقتي تقريبا بقى اسهل من اي وقت عدى. اي حد مهما كان سنه او مجاله يقدر يستفيد من ده. كلنا اكيد عندنا كمبيوتر في البيت او لابتوب، وعندنا انترنت. دي حاجات تقريبا بقت من الاساسيات دلوقتي في كل بيت. قبل ما اقول لكم ايه هي الطرق دي، هقول لكم الاول ان الانكم او الدخل متقسم لنوعين. في نوع اسمه الاكتيف انكم ونوع اسمه الباسيف انكم، الدخل النشط والدخل السلبي او الغير نشط. الاكتيف انكم او الدخل النشط ده هو دخل بيجيلك مقابل مجهود او شغل معين بتعمله، ومش بتاخد الانكم ده او الدخل ده من غير ما تعمل المجهود ده، زي مرتبك اللي بتاخده من شغلك كل شهر مقابل اللي انت بتعمله. لو انت ما عملتش شغلك ده مش هتاخد المرتب ده. الباسيف انكم او الدخل السلبي او الدخل الغير النشط هو دخل بيجيلك من حاجه بتعملها وبتتعب فيها مره واحده بس، وبيفضل شغال وبيدخلك دخل على طول. تعالوا نعرف ازاي ونعرف شويه مصادر الدخل اونلاين سواء كانت اكتيف او باسيف انكم. اول طريقه هي مواقع الفريلانس زي Upwork وفايفر وفريلانسر وغيرهم كتير جدا، لكن دول اشهرهم. ودول فكرتهم انك بتدخل تعمل بورتفوليو او صفحه ليك على اي موقع من دول، وبتعرض عليه شغلك، واللي بيعجبه الشغل ده بيبدا ان هو يتواصل معاك، وبتبدا ان انت تشتغل معاه از فريلانسر. ولما بتخلص الشغل اللي كان مطلوب منك في البروجكت ده او التاسك دي، بتبدا ان انت تكسب مقابل الحاجه اللي انت خلصتها. الشغل ده ممكن يكون في اي مجال، جرافيكس، تصوير، فويس اوفر، ديفلوبمنت، ديجيتال ماركتنج، او اي حاجه انت شاطر فيها. وده بيعتبر مصدر من مصادر الدخل النشط او الاكتيف انكم. تاني طريقه عندنا هي الاونلاين تيتشنج او تدريس عن طريق الانترنت، ودي من الحاجات اللي بدات تنتشر جدا الفتره الاخيره بشكل كبير، ومتوقع ان هي كمان هتزيد لسه في خلال العشر سنين اللي جايه. وده المواقع دي كل فكرتها ان انت بتعمل درس او كورس كامل او فيديو بتعلم فيه حاجه معينه انت بتعرف تعملها، مهاره، سكيل، ايا كان. بتبدأ ان انت ترفع الكورس او الدرس ده على مواقع من نوع التدريس اونلاين زي يوديمي، زي تيتشبل، زي سكيل شير، وزي مواقع تانية كتير جدا. كل لما حد بيبدأ ان هو يشوف الكلاس بتاعك ده ويتفرج عليه، بتبدأ ان انت تكسب مقابل ده حسب نظام كل موقع منهم. وده بيعتبر مصدر من مصادر الباسيف انكم. تالت طريقة عندنا هي الأفيليت ماركتينج، ودي معناها باختصار ان انت بتسوق لسلعة معينة او لبرودكت معين عن طريق لينك خصم مثلا باسمك، وليك نسبة على كل عملية شراء بتتم عن طريق اللينك اللي انت حطه للبرودكت ده. وده بيكون اسهل لو انت عندك فولورز كتير او عندك مجموعة من الناس ممكن يكونوا بيثقوا في رأيك بطريقة ما، يقدروا ان هم يساعدوك تسوق للمنتج ده بكميات اكبر، وبالتالي النسبة بتاعتك هتزيد. وفي مواقع كتير جدا ممكن تعمل ده عن طريقهم، زي سوق وزي جوميا وزي نون وحتى امازون. في ناس بيشتغلوا الافيليت ماركتنج مع امازون. وفي مواقع تانية كتير جدا ممكن انت تدخل وتسيرش عليها، هتلاقي كتير جدا. وده كان مصدر من مصادر الباسيف انكم. رابع طريقه عندنا هي الستوك ويب سايتس، ودي مواقع بتقدر ان انت ترفع عليها شغلك وتعرضه على الناس، وانت بتكسب كل مره بيتباع فيها الشغل ده. الشغل ده ممكن يبقى جرافيكس، ممكن يبقى فيكتور إلستريشنز، ممكن يبقى صور او فيديوز انت مصورها، ممكن يبقى 3 دي اسيتس، ممكن يبقى مودلز معماريه، او ويب سايت تمبلتس تكون انت مصممها، او موبايل ابلكيشنز تكون انت عاملها. وفي حاجات تانية كتير جدا تقدر تدخل وتدور، برضو هتلاقي اكيد حاجة عندك ينفع ان انت تعرضها على الستوك سايتس دي. من اشهر المواقع دي في اي ستوك، فري بيك، شاتر ستوك، سكتش اب، فيميو، وفي الحقيقة كتير جدا تقدروا ان انتوا تدخلوا اونلاين وتشوفوا ويب سايتس من النوع ده. وده بيعتبر من مصادر الباسيف انكم المنتشرة وقوية جدا دلوقتي. خامس طريقة والاخيرة عندنا في حلقة النهاردة هي الميرشندايزنج او البرينت اون ديماند ويب سايتس، ودي معناها مواقع للطباعة حسب الطلب وتصنيع منتجات مختلفة. كل فكرتها ان انت بتدخل على اي موقع من دول وتبدأ ان انت ترفع تصميمات تكون انت عاملها،
وتبدأ تظبط شكلها على برودكتس مختلفة موجودة على المواقع دي، زي مثلا تي شيرتس، زي مجات، زي بوسترز، زي شنط، وحاجات كتير جدا هتلاقيها موجودة. واللي بيدخل من الكاستومرز وبيعجبه حاجة على الويب سايت ده من شغلك بيبدأ ان هو يطلبه من الموقع، والموقع ده بيطبع الديزاين بتاعك على الايتم اللي الكاستومر طلبه وبيجهزه وبيبعته للكاستومر ده، وانت بتاخد نسبة على العملية اللي بتحصل دي من غير الهسل بتاع الطباعة والباكينج والشيبينج وكل القصص دي. المواقع دي كتير جدا، من اشهرهم سوسايتي 6 وريد بابل وامازون ميرج. ادخلوا دلوقتي وشوفوا ايه اللي يناسبكم منهم، واكيد هتستفيدوا جدا وتلاقوا موقع من دول يناسبكم، والطريقه دي تعتبر مصدر من مصادر الباسيف انكم. في طرق تانية كتير جدا تقدروا بيها النهارده تزودوا دخلكم اونلاين، ممكن نتكلم عنها في الحلقات الجايه ان شاء الله. اهم نصيحه في كل اللي قلناه ده الصبر. الصبر يا جماعه، كتير جدا ممكن يتحمس دلوقتي حالا ويبدا باي طريقه من الخمس طرق اللي قلناهم دول، ويتوقع ان هو خلاص مجرد ما يبدا دلوقتي ممكن يعمل الافات. هو يعني لا خالص، هو مش ده اللي هيحصل، ده صعب يحصل، ولو حصل هتكون صدفه بحته مش بتحصل كتير. اللي فعلا قدر ان هو يكسب من اي طريقه من دول خد شويه وقت في الاول ان هو يقدر يبني بورتفوليو كويس، او ان هو يبقى عنده متابعين على المواقع دي يكونوا واثقين في اللي هو بيقدمه وحابين ان هم يساعدوه. اهم حاجه خد وقتك كويس جدا، ما تحبطش خالص في البدايه، كل حاجه هتاخد وقتها. اهم حاجه ان انت تكون حابب الحاجه اللي انت بتقدمها دي، سواء سيرفيس او برودكت اللي انت بتعرضه، وعايز فعلا توصل في اي سكه من دول ومحتاجها جدا، واكيد هتوصل. شكرا ليكم جدا، واتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده، ولو استفدتوا يا ريت على الاقل تبلغوا او تفيدوا بيها حد واحد بس تعرفوه ومحتاج يسمع الكلام ده. استنونا الحلقات الجايه ان شاء الله. كان معاكم امنيه عامر، سلام.